مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. سعيدة بلقائكم مجددا سيداتي سادتي في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ديوان المظالم. يقال أن الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. لكن ماذا لو طغى ما تكره على ما تحب؟ ماذا لو أطلقت العنان لنفسك وفجأة ضاقت بك السبل وتقطعت بك الأسباب؟ ماذا لو صوب نحوك سهم العداوة وغابت عنك الدوافع؟ ألف ماذا وماذا، ويبقى السؤال دون إجابة. هي أيضا اجتاحتها نفس الأسئلة، فحاولت مرارا رفع الغموض عن نقاط الاستفهام تلك، لكن دون جدوى. فانشغلت عن ذلك بالحلم، لكنها وللأسف كانت تجهل أنهم وفي مكان ما على سطح هذه الأرض الطيبة يلقون عليك القبض وأنت ترتكب الحلم. فماذا تراها فاعلة وهي التي لا حول لها ولا قوة أمام جبروت فرعون وزبانيته؟ نورا المجري شمعة أريد لها الانطفاء في زمن لا نور فيه سوى سواد قلب الظالم وقتمة تفكيره. أكثر التفاصيل تتابعونها معنا أعزائنا الكرام في حلقة اليوم من الديوان، ابقوا معنا. أنا اسمي نورة المجري، حد من روحي. تشديت في عهد برجيبة، جاوني للدار معناها الداخلية، سلمت أمن الدولة، جاوني معناها عصابة هي دخلوا علي حتى للدار، حل باب الباب الله يرحمه، وقالوا ويني أخوة نورة؟ قالوا هاي في البيت، دخلوا علي البيت، خوني في البيت صغيرة قاعدة نقرأ في القرآن، معناها دليل الخيرات دعاء الرسول. داروا على البيوت الكل، ثلاثة بيوت احنا عنا، ثلاث بيوت في القربة معناها، دخلوا شافوا هزوا خرجوني، حسوا خرجوني ذي في عهد برقيبة، هزوني سلمت أمن الدولة في الداخلية، استخنطقوني وقالوا لي باش طاو ندرج حوك وطاو طاو حسيلو الكلام بذيك. بعديك هزونا بيتوني في البرجاني الليلة، واليوم تو غدوة رجعوني للداخلية، من الداخلية سايبوني وقعدوا تتبعوا عادي. بابا توفى وانا معناها نزلت لبرا، بابا توفى يوم عرفات، معناها في يوم عرفات انا وقت جاوا حقوا معايا في عهد برقيبه وهزوني وسايبوني. بعدها بابا توفى معناها يوم عرفات، وعنا جارنا معناها يخدم غديك رئيس الشعب وكل شيء، ديما يجي يقول له يا عبا اسمه بابا عمار، يقول له قول بنتك تنحيهاش، تنحيك الحجاب، راهي بنتك راهي ايرانيه، بنتك راهي باش تحطمك، راهي داخلك السجن. يجي بابا يعاركني يقول لي نحى لي نحى لي الشوليقه، نحى لي راكي باش تحطمينا، نحن فقراء ما عندنا شيء. بابا ما عنده حتى مدخول، معنا يمشي يزيد الباب جديد يبيع شويه خرده كي يجيب لنا خبزه، معنا فقر كبير معنا. انا الاخت شاذليه مبروك، وكبت الاخت نوره في مسيرتها الظلاميه. تعرفت على الاخت نوره في جامع سيدي محمد، اول معرفتي كانت بها في الحلقات في جامع سيدي محمد. اول ما بدات هي نخرج في المسيرات، وقت اللي نجحت الانتخابات كنا من الناس اللي ياسر جهدنا على الانتخابات باش تنجح. من وقتها بدات تتبعات ضدنا. اول مشينا مره لدار الشيخ راشد الغنوشي انا وياها، ومن وقتها خرجنا الشرطه وقفتنا، خذوا بطاقه التعريف. من وقتها بدات التبعات. انا كنت نعمل شيف سيرفيس فوتيل في تونس، فوتيل دبلومات، كل 15 يوم التزام في منطقه، او التزام في نهج كولونيا، ثاني التزام في منطقه السجومي، ثالث التزام في باردو، الرابع التزام في منطقه السجومي، والخامس في امن الدوله بالضرب. ونزع عني مني الحجاب، و
وضربوني، كانوا ثلاثة يضربوا فيا. سمعت برش كلام في حش، ولما قالوا لي بشعري وقتها دعيت ربي، قلت له يا ربي ما تكشفنيش قدامهم، انا نخدم في قلت كشف سيرفيس وتيل، راني عندي كتاب، راني انسان متدين. قال لي كيفاش تغني تلبس الحجاب وتخدم في الفندق؟ قلت له بحكم انا قريت عميل توريزم وعندي لغات وذي اختصاصي تخصصت فيه، دخلت نخدم في تيل وانا يتيم وعندي اختي صغار. قال لي تحبش تمشي للسعودية؟ قلت له نمشي. قال لي باهي، ما لا أمش نبعث لك شكون جيب لك 35 عقد، وكان عندك ناس قليل اللي يحبوا يمشيوا اسعاني. مشيت انا بعثت لها عقد، مشيت انا مجموعة من الأخيات، العقد على عام، ووقتها عندي كما تو الشهرية 300 ريال، 1500 ريال معناها تجي فلوس تونسية، 300,000 تونسية. بعثت لها هي من الناس عقد، انا حضر لك باسبوري، حضر بعث لي كونتراتو، منعوني على المشي نتاع السعوديه. كي طلعت في الطياره هبطوا هي بحكم هي يلوجوا عليها، معناها قاعدين يلوجوا عليها، حرموها معناها من العمل، يعني وقت اللي في ظروف قاسيه وقتها. يوم عيد ساعة ماشي مش نصلوا احنا في السنتاري، ومرا بجنب الكياس تبيعها في خبز الطابونة وكل شيء، خلينا ما عندها شوية خبز، نصلينا صلاة العيد وروحنا، زينا ما عندها صلاة الخبز شوية خبز. قالت لي يا بنيتي جي شوفي كيف حالتي، كي دخلت معناها اتعس مني انا في بيت معناها، وشتيت صبالة وعندها تقريبا عتيدك صغار. قلت للاخوات قالت لي راهو معناها مثلا البلدية راهي باش تعطيهم دار باش تعطيهم، راني ما عنديش فلوس، طلب علي 500,000 ما عنديش. لميت عند اخوتي في الله ربي يبارك فيهم معناها يخدموا معناها في شؤون اجتماعية، اخوتي بالله لميت لها زيت لها في ماسة، وقلت لها اختي خبري امشي معناها. مشيت وخذيت دار معناها، عطاوها دار فيها بيت ومن بعد بقينا طهرنا لها صغارها وتخبينا عندها، وخسرت لي معناها عندي اخوتي في وزارة المالية، كنت نتحرك معاهم معناها، نمشي نصلي في صلاة في جامع مونفريلي. نهار الحاكم معناها متتبع يتبع فينا، واحد من الاخ معناها هذا جلال واخوتي في الله يخدموا وزارة المالية، مد لي الفليجة، قال لي نورة اطلعي معنا في التاكسي. طلعنا في التاكسي وصلت لمنطقتي معناها في الملاسين، مد لي معناها الفليجة وقال لي اهبطي يا نورة، انزل الفليجة وابط. مشيت ما روحتش لدارنا، مشيت للمرأة هذه معناها اللي وقفنا معاها وعاوناها، لقيتها تشعل في الطابونة. قلت لها صالحة لوحة في الطابونة، لوحتها بكلها معناها ما نعرفش شنو اللي فيها بالضبط، يعلمك ربي لوحتها. وهم الحاكم خلطوا على الاخوة ذوكم، وقفوهم بعديك عاودوا رجعوا لدارنا. عيطوا قالوا لامي ويني نورة، خاطر ما نعرفش ما جاتش. قالوا لك تجي زمها تجينا معناها للمنطقة، وهربت معناها ما مشيتش معناها. يوم تلقى بدو عليها هي تلم في التبرعات، دهموا علينا في الدار في نسكن في معناتها في تونس. أول ما بدأ معناها يجيو جماعة المنطقة كانت مش موجودة، نقف سيب شوية كانت مش موجودة معناها، كي جاونا ضربين باب بقوة، ووالدتي معناها بريدة، وخويا خدمته بريسك حساسة شوية معناها في، وعائلتي معناها موجودين معناها، ما نعرفوش على شنيا الأسباب اللي جاونا عليها. كل مرة يطلعونا بكلام معناها، يقولونا معناها احنا جايين معناها على حاجة معينة، جايين باش تسافر، جايين هكا كل مرة. وبعد بقى معناها دزين بيبان ودخلوا علينا للدار، واحد منهم معناها بس توا نتذكر بالكدا كونه ما نعرفوه في الحومة معناها، يقوى معناها يعص علينا وقتش ندخلوا وقتش نخرجوا، ومعناها يحاولوا وين تمشي وين تجي معناها يتبعوا فينا. وديما معناها باستمرار يجونا في قايلة على الصباح بكري معناها الفجر، حكاية نص الليل زادا يجيونا معناها. أمي تعبت برشا ما كلف جاي عاديكا، وقت آخر مرة قلت لهم هي مش موجودة معناها لهنا، قالوا تعطينا الادريسة وين تعيش، وهي وقتها عند أختي في حمام لنف. طلعت أنا
وماني قلت لها يا نورة راه الموضوع هكا وهكا. هبطت مشيت انا معاها ماني للمنطقه. وقت اللي مشيت معاها مني دخلت ما نعرفوش عليها حتى شيء، نسمعوا كان نسمع كان في العيات قد يصنطقوا فيا، معناها كل انا ما نجمش نجاوب يضربوني، فهمت؟ ضرب مبرق، انا ضرب يضربوني على راسي، يضربوني على كتافي بالبونه، يضربوني على مقعدي بالصبات، معناها مش واحد بركه ثلاثه ساعات بالاربعه ساعات، معناها كل يوم، فهمت؟ نروح العشيه وغدا نعاود نفس العمليه، نفس في التعديل، نفس في الاستنطاق، معناها وتعبت، معناها تعبت انا حتى في بعد الاستنطاق والروح، معناها قاعده تعبه ونزيف معايا وكل شيء، معناها وعيني مشيت على روحي. انا ببت في عيني خاطر عينها ما كانتش هكا، كانت لابس عليها عينها بالتعذيب، عينها هذا وصلت هكاك منعوها حتى باش تحكي لنا معناها على التعذيب، معناها تخرج ترسك عينها ما تخزرش بها وراسها بتنجمش تهزو ديما تشكي كان من راسها معناها وتدور كيبها يبدو مبتا وقتها كي عرفنا اللي هي تبركينها معناها على ركيبها ويضربوا بها على نارها وكل ما تراجع برسك على راسها برسك جمعها ممكن حاجة كي بنعكات نشلو يعني قاعدة تمشي وتجي على المنطقة وهي بالتعذيب وقت تروح بها والدتي يعني تروح بها كل إنسانة ما يسعها مهزينة زوز من الناس ونسألها تقول ما تسألونيش راه منبهين عليا مش مهمولش معناها شني عملولي شني التعذيب اللي تعرضتو لاخر مرة معناها هزوها من السجن من المنطقة للسجن ديريكت قعدنا فريد معناها ثلاثة شهر حاجة كيما هكا ما نعرفوش فين السجن نمشي المنوبة أنا نسأل ما يعطونيش حتى المعطيات ما يقولونيش شنيا عملت محامي محامي المرة الأولى وقف معايا من بعد قال لي قضيتها معناها ماهيش ما نجمش نقف فيها رجع لي معناها فلوسي المبلغ نتاعي دخلت معناها الحبس منوبة هزوني المديرة نتاع السجن شنو عندك شنو لابسة شنو نحو اللي مشيت على حفيانة نحو اللي صباتي نحو اللي القميص ولا ما نعرفش ودخلوني من معناها الجرديانة عرتني جملة وقالت لي حاجات هكا معناها هكا قلت عليه حرام عليك عليه حرام عليك قالت لي تبكي أمك وما تبكيش أمي ودخلوني شامبر معناها نحن ستة أخوات دخلونا الشامبر قالونا غاديك حكاية جمعة زونا للطبيب عطاونا حلية باش نعرف شنو ما نوع الحلية باش شربنا ست أيام بعدين دخلوا لي شامبر صغار قعدت معاها من ثلاثة شهور وبعديك جاتني أمي في نار أو سوى ناري حرق بردها بس قلت لها يا أمي عليها جيتي عليها نارتها بالليل ما قالوا ليش مش يزو كوفة معناها بالليل معناها زوني كوفة زوني المستير جاوني في الليل قالوا لي نورة لم دام شكلك بتخرج كوفة زوني المستير عائلتي جاوني بعدي قالوا لي رانا جينا معناها الحبس لقيناك هذوك المستير قالت لي قاعدة هكا حدنا معناش فلوس معناش حتى شيء معناش مدخول معناها قاعدة أختي ذيل عمام لهم في يتلملهم وجاتني أختي وضاعت في مستير معناها وقت اللي وصلت معناها بمحر وما حبوش باش نقابلها باش ندخل لها القفة وجيت باش نروح نسيت بطاقة التعريف نتاعي لازم بت في الشارع بجنب مطعم قاعدة يا اخي مراه قامت بجنب المطعم في مستين معناها خليه مخلي ما فماش معناها العشيه من بعد الزياره ما تنجمش تلقى حتى حد كانك اعوان معناها تعرضت زيادة اللي معناها تبولدو معناها عليك الاعوان كي جيت ما لقيتش وين باش نبات خاطر قعدت لبرا واللي باش يعطيني بطاقه التعريف قال لي سكرنا الاداره توا تنجم ترجع غدوه قلت له انا نسكن في تونس معناها ما نجمش نرجع قعدت وين المطعم المراه غادي خرجت قالت لي هنا تخوفي معناها قلت لها راه موضوع هكا وهكا دخلتني عندها باش اليوم تو غدوه قابلتها وك القفه معناها برزق فزت لوحتها وشفتها كي شفتها تعبه برشا وانا وقتها ما عنديش فلوس باش نصب لها معناها ما عندها باش تشري حاجات اللي تستحقهم هي روحت برزق بريده برشا وتعبه ما لزمتش نحكي لامي وخويا بسيت الضغط معناها في خدمته زادا وفي الدار احنا تبارك الله عائلة من بعد باش حكيت لخويا
خاف نمشي بالمستير نمشي ونجي. انا كل شهر معناها نمشي طلع عليها قليل ونمشي معناها 15 يوم ثلاثة جمعات قليل. وحتى كي نمشي لا نمشي لا ناكل لا نشرب، نستنى وقت الشيء باش نقابلها ونشوفها. كي نشوفها في حالة تعبة معناها ماهيش ماديش حاجة. أنا ردها معناها أنا لحمي تمسخ برشا وجاتني معناها حاجة معناها قلت لها عاونة ذي من مستير، قلت لها بنحب ندوش، قالت لي لا ما تدوشيش. وقت اللي سكر معناها سكر عليه الشومبر لقيت أنا دخلت لقيت الماء سخون، قعدت نصب الماء على لحمي بركة حب نعمل طهارة باش نصلي كل شيء. قالوا لها غادي يقودوا لها معناها حاطين معناها هما غاديك ناس تقودوا كل شيء. قالوا لها راهي نور المجري راهي دوشت. حسين ولمت غدا جات هبطتني معناها المدير تاع السجن وقال لي عليه تعمل الدوش من راسك وانا باش نهبطك الامن الدوله، انا تو باش نحطك في السجون ونعود لقضيه اخرى. قال لي كلمه تتكلميها معناها تو معناها نعمل اللي نحب انا معناها. قلت عليه انا ما عملت حتى شيء معناها ما عملت عم دوشت معناها باش نظهر بدني ما عندي حتى شيء معناها. قال لي لا ما عندكش حق الدوش، ما عندكش حتى حق باش تدوش، لازمك بعلم الاعوان وكل شيء. قال لي معناها كلمتين تقوليهم نعدي لقضيه اخرى ونعديك الامن الدوله. قلت على روحي ما احمل ذل كبير ذل ذل اكبر عذاب تعذبته في السجن. تعبت صار لي نزيف زاد في السجن معناها قعدت عام وانا وليت هكا معناها اللي قلت مفخر معناها عديت اربع شهر في مستير وآخر عقوبة كملتها في بنزرت معناها لا تشعر في بنزرت لا تشعر في بنزرت معناها. جاتني أمي نهار عيد صغير، أمي مشت مصباحي وأختي وسيلة ذي الزولة القضية والزولة كل شيء. كي وصلت للسجن في عيد دخلوها مصباح خلوها قاعدة في القاع، خلوها آخر معناها بلوار معناها آخر بلوار قاعدة أمي حتى العشية. قلت لي وقت خرجت معناها من البلوار نتاعها قلت لي تحثها من الباب عيطوا جابوا لنا البالغام بلاصه زادي لك تشرني فوق. تعبت معناها جاي من قاعدة القاعة في القاعة قاعدة في القاعة والدنيا باردة برشا جاي التهاب معناها في الكبد. قعدت انا مدة ما نجمش ليش ما نجمش نمشي نزورها معناها في السجن في بنزرت خاطر تليت بامي في السبيطار نرقد انا معاه ونخرج تليت بيه ما نجمش باش نمشي نزورها. تحيرت هي علينا عندها زميلتها توقفت معاها وقتها بوها جاني للدار وقال لي اختكم راهي متحير عليكم خاطر نفس الكسر تزيد لزميلتها معناها بوها وامها تصحيحة وناس كبار تصحيحة متوفية وما مشاو لهاش. وقتها علمتني انا قالت لي نوصل لدارنا وعلم معناها شباب ما جونيش مشيت لهم قلت لهم راهي معناها فلانة هكا تسال عليكم. لقيت معناها والدها مريض ووالدتها مرضى ما نجموش يزوروها بصفة الوقت هذاك زاد هي أخوها مجدود هي مجدودة في بنزرت أخوها في قروان. هما زاد وقت لي أنا ما مشيتش أمي مريضة جابني جاني بوها رغم راجل كبير بالكدا بالكدا وصلني للدار وعلمني علمني قال لي راهي تسأل عليكم أختكم. وقت اللي مشيت ما نجمتش نقولها معناها أمي تعبت ولا حاجة أما هي فهمت عرفت لي والدتي تعبت برشا. أمي وصلت لي شرطة هي هي توفت في شهر الطب. أمي توفت على خاطر هي أما حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يقول درويش إن شئت أن أنسى تذكرت، امتلأت بحاضري واخترت يوما آخر لولادتي لأرتب النسيان. ودعت نور السجن وظنت بذلك أنها ستودع آخر آلامها، لكن واقع الأمر كان غير ذلك. فأبواب السجن كانت أرحم عليها بكثير مما تكبدته خارج الأسوار. فقر ومهانة، تجاهل ونسيان، ألم وحيرة وأبواب موصدة، تلك هي الحصيلة. نهبت اللي جي خرجت مزين جاتني أختي بنزرت خذينا لواج روحت لقيت أمي في البنك قاعدة تعبة. قلت يا أمي ياكي تعبتي وكبرتي قتيلة بنتي ولا لباس وفرحوا بي عائلتي وكحدهم أنا فما فرحة في القلب لكن ظاهريا مانيش فرحانين لأن حسينا هي اللي حطمتنا حسينا هي اللي دبرتنا
حسينا معناها فما حتى طالتنا معناها كونا باش نتزوجوا معناها كي يجي يسأل فيك الحومة معناها عندها أختها مشدودة معناها يوخر يوخر ما يتقدموش قدم بينا العمر فيه معناها من وراها هي وكي خرجت معناها احنا نجم قصرنا زيادة معها لأن حسينا معناها استقبل معناها زيادة معناها في وراها هي كل المشاكل تضرينا احنا معناها أمي مرضت والعائلة تحطمت وتشتتت حسينا معناها قلنا لها احنا الأخوان اللي وقفتي معاهم واللي جريتي حد ما جا دق علينا الباب وحد ما جا ساعدنا وحد ما جا معناها حتى قال برزك بالكذب 5000 ولا هز خفة من وقت تشدت هي والكل هذاك علاش كانت أخت شادلية بالصدفة وقت ساعات عرضها في المترو نحكي لها وقول لها هكا وهكا اللي تقدر عليه تمدو كي خرجت إجا شوفها كيفاش جاتني للدار معناها أنا بكيت عليها ضربوها برشا هنوها برشا الماكله ما يخليوهاش ماني ماكله ما تويش ماكله ماني وسط حتى مرات مرضت بمعدتها نحولها حوايجها ضربوها على الحمام ماني هو انا اللي انا بركه في التزام بركه وحبوا يحيوا لي حوايجي ما هي نحاول حوايجها وضربوها على الحمام ماني وحبوا حتى يعملوا لها حاجات مش باهيه ما نجمش نحكيها انا في الواحد حتى وصلوا باش يقولوا لها كيما صار عدة تخمه قعدوك على كذا وكذا نقش منها استحي باش نعاود الكلام خاطر حتى الكلام اللي صار عليا ما نجمش نقوله أنا باللفظية قال لي كلمة فاحشة كبيرة برشا قال لي تفسدوا تفسدوا بعد تلبسوا الحجاب أنت من النقيض إلى النقيض تخدم شيرت سيرفيس فوتيل أنت وجه البلاد كيفاش تلبس الحجاب؟ حتى قاضي صح معناها صباح وعشية في المنطقة نتاع حي هلال صباح وعشية رئيس مركز كل مرة يسمعك كلام كل مرة ويتبعوا فيا معناها حتى الحمل نفكر راهو نوصل غاديك نلقوا راهي معناها عباد اللي يتبعوا فيا معناها والله هاي مشيت للبلاصة الفلانية نمشي أنا وقتها نمشي نعمل في الدوار باش نلقى نخدم باش نلقى خدمة حتى كي نمشي نخدم يقولوا لها ما نخدم نهارين ثلاثة قلت لي تقول لي أختي نمشي على روحك قلت عليه تقول لي الحاكم معناها راه في جرتك وأنت كنت خونجية وأنت ملي نمشي على روحي معناها مشيت باش تخدم في الديار وكل دار باش تخدم فيها ما تقبلهاش حكاية جمعة وتسمع بالوضعية نتاعي يتبعوا فيها حتى احنا كي خرجت تقلقونا برشا يجيونا كي توخر مثلا ما تمشيش نهار يجيونا حتى للدار معناها قاعدة العامين هذوك فما زاد قلق برشا كبير معناها زاد احنا تضرينا ورافق العامين هذوك والله بس كنت خليت عليها تنجم تقول قط بعضي فترة جيت قط بعضي فترة خليت عليها الناس كل اللي ما قلتش معها الناس جاتني وقت قط بعضي فترة في الدار قلت بحكم احنا زوز بركة في الدار واختي هذي قعدت بحذية فترة كبيرة وقتها في الدار معناها قلت لي شادية ما لقيت حتى حد عملت عليها عملت معها هلي قدرني ربي وكاو والدتي ما قعدتش معها فترة قصيرة معناها وتوفيت والفترة القصيرة ذيك معناها هي في حمام بلاجب تتقرب لأمي على خاطر هي غادي تبدا موجودة معناها يجوا يدقوا علينا الباب يجوا يقولوا نقولوا لها معناها بديتش أمي تتفجع ويكون دخل باب تتفجع انترد باش تعيش عند اختي انا جيبت نوره وعندي انا لهنا انا نخدم في الحذاير قبلها ب 90,000 انا نخدم وجات دخلتها معايا تخدم تخدم معايا في الحذاير انا نخدم انا قبلها عندي 19 سنه الفتره اللي قضيتها عند اختي معناها مشيت عندي 10 سنين معاها معناها انا مش مال 10 سنين معناها نمشي نخدم في الديار نمشي نروح للدار نعاونها في الدار نهار نقعدوا جيعانين نهار نبدو محتاجين برشا معناها وتعدت هكاكا معناها تعدت الحياة هكاكا تعب وشقا حتى اللي جات الخدمة تاع الحظيرة دي دخلت نخدم معناها في الحظيرة ورضيت معناها نخدم 90,000 شهر ومعناها الشفان معناها تعبوني بسيفتي سمعوا بيا اللي أنا كنت معارضة وكنت معناها هكا وكنت هكا معناها كلي تخدمي كان عجبك معناها نخدم مع جبانة نظفوا الحشيش نخدم في الفوسي على الويدان معناها كالغرم نخدم ونمشي ونبو قرنان معناها قدام جمع بلال نحفر
بجنب الماء داك التراب وانا نعبي مبروط نعبي التراب، وحده تعبي وانا مبروط، نقولها ما انا شايفين غادي نقول عليها ياسر عليا مني نتعب ساقي توجع فيا، تقول لي اكا هو كان ساعدك ولا برا وزاد جانا شايف اخر كيف كيف نمشوا وين البلاصات ونبقرنين الشوك حتى اش الاخر معناها هاك الشوك هذاك تلقي بكرات وانا نطيح فيه ونكسر حتى اش المافي ساعه ونروح معناها. وفي الاخر معنا عملوا لي كلماندا ديك شكيتا خاطر انا مشيت عملت عديت على عينيا في السبيطار هذايا بعزيز وعما وعداتني معناها باش نعمل عمليه وقت جريت قلت لهم اعطوني كارني الابيض اعطوني مشي ونمشي للسبيطار معناها حبيب ثامر ولا عزيز عثمان حسين حبيت نعمل عليه سكرين عليه الدنيا كل ما ادري حد شيء حتى باش تعمل الكارني الابيض ولا حد شيء لا فما يا خويا لا فهم قالوا لي شنو تعملي بها تو عينك سخطت هي حكايه فارغه معناها بتعملي عيني عمليه على عيني وقلت لهم انا كنت في السجن خاطر ما انا بزيد اكثر عليك قالوا لي معناها سي هذه سخطت اذا تحاولي باش تحلي عينيك وتركحي راسي معناها بزيد تعمى عينيك بالكل خليها زيد روحي روحت على روحي معناها قلت خليها معناها هي مشيت خليها عند ربي مشيت روحت على روحي عاد نخدم على روحي في الحظيره عملوا لي كل 100000 برشا ناس عاونوني منهم شد ليا نمشي لها تعاوني باللي نقدر بتقدر عليه ونجوى هذه زادة مشيت وحضرت في عرسها وعاونتني ووقفت معايا اما بعد معناها تطوى حاليا رجعت لهم فهمت حاليا تطوى رجعت لهم اما خاطر كي مشيت على روحي انا ما رجعت لهمش معناها 3 سنين ما رجعت لهمش مشيت على روحي فمتطوى حاليا رجعت لهم كلموني كل شيء قالوا ويني يا نورة هما ديما وقت بعد الثورة قعدوا يسألوا ويني يا اخت نورة ويني انا ما عادش نروح طلبوني معناها عرضت اختي في تونس نجوى المجري اختي قالت نورا ويني انا ما عادش نروح جابت التليفون كلمتها قالت نورا قالت نورا ايش انا ولدك وقفوني من الحظيره مشيت انا قابلتها بعد ما خرجت من السجن كانت حضرت مناسبه تاع عرسي معناها في سنه 98 جات وكانت حتى من الخمار نتاعها منحي نحاولها خمارها عذبوها في بدنها ورتني معناتها اثار معناها من جراء التعذيب تعرضت للمظلمه مسكينه ضروا لها عينها وقت اللي جات معناها خاطر قبل نعرفها كانت لبس عليها كانت تبارك الله عليها تهد الهدود كما نقولوا تعاوني حتى في الدار كانت خاطر إنسانة ترمي روحها بكلها قلت ياسر طيبة وتسعى ياسر معناها الفعل الخير إن شاء الله ربي يجازيها ولكن وقت اللي خرجت من حبس كي خرجت تعاني في برشا أمراض تعبت حطوها في السيلون رقدوها في الجيور قلت لهم راني مريضة زعما جاي كريس كاردياك خليوها جمعة كاملة مطيشة في الأرض ما رحموهاش ما هزوهاش الطب عريوها كما نقولوا صغفر العظيم كشفوا لها حالة حتى حرم عليهم فهمتني ياسر تعبت ياسر تعذبت توا مدة شهر ولا شهرين تقريبا جاتنا الأخت نورة فهمتني طلع علينا فهمتني قعدت معناتها ما يقارب من عرسي ما شفتهاش معناها من سنة 98 ما قابلتهاش وما يقارب 14 و15 سنة اتصلت بينا أختي قابلت أختها خذت رقم التليفون حبت تسأل علينا أخت نورة سألت عليها وجيت طلت علينا كي جيت طلت علينا والكل أنا معناها شفت ظروفها تاعها ساكنة في بيت مع الجيران رجلها مسكين مطر طر تعسفي من خدمته فهمتني متعرض للمظلمة زادها هو من نوع آخر دونك أنا سخفت عليها قلت لها قعدت باتصال إجا قالت لي أول فرصة تخدم في الحظيرة 15 يوم تخدم 15 يوم بطالة حتى ساقيها ما عادش نجم تخف عليهم بالكدا كانت كي تجي تعاوني نورة تو ما عادش نطمع فيها مسكينة كبرت وتعبت وبدلها ما عادش يتحمل كلمتها في التليفون بالصدفة عندي معايا زميل يخدم هو زاد تعرض للسجن وتعرض معناها المظلمة فهمتني اسمه عبد الحميد ربي يبارك فيه إن شاء الله هو اللي قال لي قل لها تتصل بينا مشيت قبلني معناها هذا السيد فتحي فتحك عليه هو من عند راب حكيت له قصتي كاملة وقف معايا مشي معايا المونبليزي عاونوني معناها الشيخ عكروت معناها عاوني مدلي 100000 وقال لي انا مستعد معناها تصبي مطلب نتاعك نتاع العفو العام معناها ننتدبوك ونقف معاك وكل شيء اول مرسوم خرج بعد الثوره بعد 14 جانفي هو المرسوم رقم 1 اللي هو الخاص بالعفو
التشريع العام. والعفو التشريع العام أنت هذه تحق بطبيعة من بين أهم أو موضوع العفو هما المساجين السياسيين ومساجين الرأي ومساجين الصحافة وإلى آخره. وتم تحديدهم برشا فصول من الفصل الثاني هذي خاص معناتها بشكون مش يتمتع معناتها بالعفو التشريع العام. على كل حال هو لما حالة حتى التسمية أنا أشوفها ماهيش تسمية مرضية، لأنه كي نقولوا العفو التشريع العام وكأنك الناس هذوما عفيت عليهم، ولكن في الأصل هو الناس هذوما هو من المفترض الدولة معناتها الدولة هي اللي تعتذرهم، ولكن على كل حال تم تسميتهم بالعفو التشريع العام معناتها لأن مع أسباب معناتها قانونية، معناتها القانون الأساسي اللي هو عفو تشريعي وعام مهم جميع معناتها قطاع كبير من على عكس العفو الخاص. العفو التشريع العام هذا كي تحط عطاء معناتها أول حاجة بالطبيعة موضوع شنو هو اللي هي شكون المتمتعين به، وحكى على جبر الضرر وكيفية معناتها كيما نقولوا تعويض للناس هذوما اللي متمتعين بالعفو التشريع العام خلاف العفو اللي هو معناتها بالطبيعة حيث العقوبة، ولكن أيضا حكى على التعويض، مسألة التعويض ومسألة جبر الضرر. قعد مدة لاباس بها وأكثر من عام كامل دين تم مؤخرا معناتها تفعيله نوعا ما بموجب القانون عدد 4/2012 خاص معناتها بالانتدابات في الوظيفة العمومية، وعطاها شوية معناتها حقوق كي نجم نقوله ولو انها معناتها منقوصة بالنسبة للمنتفعين بالعفو التشريع العام. للأسف الشديد إذا ناخذ مسألة العفو المنتفعين بالعفو التشريع العام والمساجين السياسيين، القانون في حد ذاته أول حاجة قال مرسوم عدد 1 صحيح حتى على مستوى جزائري هو أسقط له معناتها عفو على مستوى المسجونية أو العقابة وسميه ما تشاء، ولكن من ناحية أخرى تأخر في مسألة التفعيل متاعه. التفعيل متاعه حتى المسألة توا كما نقول متاع الاستثناءات يدخلها المجلس التأسيسي بخصوص معناتها الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو التشريع العام. صحيح فما كان تجم تعالج برشا وعالجت، هي حاليا عالجت برشا مثلا من طردوا من مراكز العمل متاعهم ومن أبعدوا ومن فما عملية متاع رجاحهم إلى سلف العمل متاعهم، وفما زاد انتداب مباشر للناس هذوما، ولكن بطبيعة فما زاد سن، تعرف أنت المدة قاعدة 23 سنة مدة الديكتاتورية، فما بطبيعة من تجاوز حتى العمر الافتراضي ولا أنه حتى توهم وصلهم تول 50 سنة ودجم تم انتدابك مباشرة، ولكن فما عباد فات 50 سنة، يعني فما حالات اللي هي إمكانية التعويض فيها ما تجمش تكون عن طريق الانتداب المباشر للوظيفة العمومية، تجمش تحلها مشكلة حتى والمشكلة متاع نورة هذه ما تجمش تلقى لها حل عن طريق القانون هذا، حتى رغم اللي عمرها 56 سنة شكون مش انتدمها، ما فهمي حتى بالقانون ما تجمش. فما مسألة أخرى ما تعرضوش إليه هي مسألة التعويض، التعويض على التعذيب والتعويض على معناتها السنوات متاع المراقبة الإدارية، التعويض على عملية معناتها السجن، التعويض على الضرر مثلا بالنسبة للحالة اللي تحكي عليها مثلا على عين اللي معناتها فقدتها، هذه كل حاجات ما هوش الانتداب المباشر هو اللي عوض عليها. كان من المفترض والعدالة الانتقالية، أي عدالة انتقالية تقوم على مفهوم جبر الضرر، وهي من أهم ركائز معناتها الركائز العدل الانتقالية، ولكن للأسف أنت تشوف أن ملف كيف هذه سويسة وأصبح مصدر معناتها ولد فمة برشة تشويه فيه، في برشة تجاذبات سياسية واللي هذا ولا يجبد من معناتها من ناحية فهمتني، وأصبح المسألة ما هيش مسألة إيجا معناتها حق الناس نرجعوه لأنهم هذوما عباد ظلمت على مستوى إنساني وعلى مستوى معناتها كيما مادي وعلى مستوى عائلتهم، فما شكون ضايع معناتها حياته كانت دمرت 23 سنة هو عايش في التعذيب وعايش في المحاصرة وعايش ما شافش حياته، فما من قضى معناتها سنوات كبيرة في السجون، فما شكون خرج معناتها ولده وقاها معرس بنته وقاها عرست، يعني أضاع معناتها فما شكون ما خرج من قرايته وما كملش قرايته، هذوما الناس هذوما مش الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية هو اللي مش يرجع لهم الاعتبار نتاعهم، هذا يلزم مسألة تعويض. وقتها كما نقول لك نلقاو مشكلة كبيرة هي مشكلة التجاذبات السياسية بين الأحزاب اللي قاعدة صايرة، واللي هي بصراحة أكثر من نجم نقول عنها اللي هي قذرة، لأنك أنت قاعد تلعب هوني مشاعر ناس تعذبت وتتمنى مش تعويض، مجرد تعويض فقط ومجرد حتى رد الاعتبار، هو تعويض كحقها ولكن رد اعتبار ما يلزمناش ندخلوا في تشويه،
علاش خاطر مجموعة من خاطر أغلبية المساجين السياسيين ولا يتعذبوا كانوا تابعين مثلا التيار معين، أنا نجي اليوم نحاول نقصي ونحاول نبعد، هذه ماهيش معقول. ثاني شيء فما مشكلة أخرى اللي هي مشكلة الظروف الاقتصادية في البلاد، وفما تصريحات حتى على مستوى حكومية وحتى على مستوى وزارة المالية اللي الدولة غير قادرة بصراحة، غير قادرة اللي هي تعوض للناس هذوم. ولكن اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة ولا حتى يلزم مبدأ التعويض هذا يكون موجود، تعويض يكون مناسب، تعويض رد الاعتبار للناس، تعويض زادة اللي هو يراعي المدة بطبيعة، مش كما اللي مثلا كما شد عام كما اللي شد 10 سنوات سجن، مش كما اللي فقد أحد أعضائه، مش كما اللي قعد لباس عليه، مش كما اللي حالته مثلا مادية حاليا ما هوش محتاج معناتها للتعويض، مش كما اللي مازال محتاج لحد الآن التعويض. هذه كل يلزمها ناخذوها بعين الاعتبار. وانا اقول لي من الظلم جدا، من الظلم، ظلم على البلاد كامله وعلى الدوله كامله التونسيه، الناس هذو ما يفقد لحد الان محل مناوشات، لحد الان ما يعرفوش، ما تعطيهم حتى امل الغدوه اللي هما معناتها كيما يقولوا ياخذوا حقوقهم ويردوا اعتبارهم وحتى ظروفهم الماديه تتحسن. لذا يلزم مجلس تاسيسي ويلزم جميع الاطراف السياسيه اللي ترتقي بمستوى الحوار، ترتقي بهالقانون هذا، ده المرسوم قادر عدد واحد هذا اللي خرج قادر اللي هو يرجع لهم حقوقهم، ولا القانون عدد 4 الخاص بالاستثناءات هذه في الوظيفة العمومية قادرة اللي هي تعوض لجميع المساجين السياسيين وجميع المساجين الرأي العام الرأي معناتها ما تجيبش ترجع لهم حقوقهم. يلزم نخمو اليوم ولا غدوة، مش مشكلة إذا تأخرت التعويضات حتى 4-5 سنين ماهيش مشكل، ولكن يلزمك على الأقل تكرس مبدأ التعويض الناس هذو. البلاد هذيا يا ناس ريضوا، ماهيش حكاية حزب معناتها باش يحكم البلاد، وماهيش حكاية معناها انت كما نقولوا معاندة تعاندني، وشكون الحزب اللي يشد الحزب الحاكم؟ مش حكاية جبهة شعبية ولا حكاية نداء تونس ولا حكاية النهضة، ليسانسيال تونس تقف على ساقيها، فهمتني؟ انا نحب النهضة ونحب شكري بالعيد ونحب كل من ينادي بنجاح تونس، وكل من يسعى بشاخر يد الإنسان المزمر وزوالي، ديما نقول. والشعب، الشعب هو الكل، راهو فاتكون يا ناس اقفوا مع الشعب ورجلوا وضعية تونس ورجلوا وضعية زويلة، وخذوا خاصة بدينا نور المجري. We'll be right back.
وضعيتها حاليا ما تصرفش ماهيش باهيه في بين تزوجت باش معناها كي يقبل الراجل مسؤوليه واحنا كل واحده عرست على روحها معناها في مسؤوليه راجلها ما تنجمش باش تحتك معناها ولا باش تعطي ولا حاجه خويا اللي يقدر عليه يعطي واحنا معناها من بعد اللي نقدروا عليه نعاونوا فيه معناها ماهيش حاجه كبيره حكايه 5000 10000 مش حاجه كبيره معناها باش نجموا مانيش نخدموا على خاطر ايش مسؤوليه رجالنا حاليا ظروفها تعبت زادت حتى في الحظيره معناها بطلوها وشهريتها معناها قربت طول 5 اشهر ولا 4 اشهر ما عطوهاش وما ندتها قصوا عليها وحاليا كريها مش وخالص اضطر خويا يعطي حاجه بسيطه معناها باش خلص الضو ماء واحنا ما نجمناش باش نعاونوها باش نخلصوا لها كريا خاطر حكيت 4 اشهر ولا 5 اشهر ما نجمناش معناها نعاونوا بحاجه بسيطه معناها تو نحولي الماندا 3 اشهر ما خلصتش ديسمبر وجانفي فيه يوقفوهم لي نحوهم لي الماندا نحوالي تو حاليا قالوا لي تخدمي 15 يوم انا شهر ما خدمت 15 يوم وشهر ما هذايا 15 يوم قال لي 15 يوم كي نساعدك بلدي ما عادش عندها فلوس أنا صابرة الحكومة ربي تو ظروفي تاعهم ما عنديش حتى مدخول أنا ما عندي حتى شيء أكانك الخمسة شهور 120,000 ما عندي حتى شيء مدخول بعد الثورة مشيت لتونس مشيت ما نعرفش أنا شنو هنا وزارة التنمية ولا شنو مشيت قابلت ما معناها ما نعرفهم مش شكون هم الناس اللي قابلتهم مسؤولين وريتهم معناها لي أنا على عفو تشريعي وقلت أنا معناها ما أعطوني شهريتي تشرفك ونحو لي شهريتي وعمل قال لي برا امشي تو يدخل واحد اسمه سيعاتف ولا شكون قال لي تو يقف يعاون ضرب معك الواحد الكمبيوتر لقى اسمي موجود اما قال لي اسمك موجود اما احنا ما نخلصوكش احنا شهريه راه امشي للجهويه نتاع ولايه بنعرس هما اللي خلصوه قلت راه ما حبوش يستعرفوا حتى شيء قالونا ما عندناش ما عندناش فلوس ما عندناش مشيت على روحي معناها شنو نشغل مشيت روحت على روحي مشيت للولايه مشيت ما كلجنا غادي حكيت لهم قلت لهم قلت لهم ماندا نحيتها شهريه 3 شهور شدوها لي معناها زادوا تو 15 يوم معناها ناخذ ما عندي حتى شيء معناها مشيت لك اللجنة مشيت معناها كاتب العام هذيك نتاع ولاية بن عروس ما حبش يستعرف بينا جملة مدور علينا وجهه وكي أنا نتكلم هكايا بصوت عالي معناها هاك لي هكا ما عينوش يحكي معاك جملة الجملة جملة ومشي معانا عون من البلدية معناها هذا اللي مهندس نفطي مشي معانا وقال له راه معناها راهم ناس محتاجين راهم قدم يخدموا راهم عندهم سنوات معناها مش تو راهم 14 سنة قال له أنيش مانيش مستعرف وتحمل مسؤوليتك وما عندكم درسال ولا شنو ولا سالير ولا شنو ما نفهمش عليه في الجهويه هما اللي خلصوا هز روحوا روحنا لرواحنا مشيت روحت نقطه كل يوم عيطونا معناها البلديه عملونا لجنه كاتب العام ودرسنوا بلديه ما عندهاش فلوس وقلت لها نحن نموتوا بالشهر نمشي نتسول انا نمشي تحت الحيطه ونتسول كي ما عندهاش فلوس وانا وين نمشي 14 سنه خدمه قلت له بدني كل سقوط عندي هشاشه العظام عندي بني كل تاعه معناها هو راضي ما يسالش المهم انسان يعيش بكرامته ما بقاش يستنى في رحمه ربي قال لي اكا هو اختي مالك المعتمد معنا هزي شويه من ورالي دفعت انا اوراقي نتاع العفو التشريعي وعملت كل شيء قال لي يا نورا تو تجيك تو تجيك بعديك في الاخره الداخليه قالوا له خلها معناها تبعث لنا شهاده عمل تمشي للبلديه تجيب شهاده عمل اللي هي معناها تخدم في الحظيره بالسنوات مشيت شخليت شهادة عمل مشيت دفعت معناها حكيت باللوطة صورت زوز عملتهم ديكاليزي في البلدية وصورتها ودفعها طلع الكاتب العام اليوم هذا ما ريت شيء فما آليات متاع هذو معمال الحظائر اللي كانت الدولة تستعملهم في بعض المؤسسات ولكن دون حق ترسيم ولا دون أن يكون لهم معناتها كما يقولوا حتى ما يتبعوش الجدول العادي للموظفين العموميين وإلى آخره وهما ديما معناتها مؤقتين بروفيزوار مي البروفيزوار كيدير بعد معناتها يقعد الى ما لا نهايه اكيد لكن على مستوى الضمان الاجتماعي نتصور بالطبيعه عندها المضمون اجتماعي معناتها عند الحق من بعد بالطبيعه في منحه التقاعد ولكن منحه التقاعد على اساس اي اجر معناتها اجر تعرف انت الحظائر معناتها الاجر بتاعهم اجر ضعيف ياسر معناتها ما تصورش ليه مش تكون مثلا عندها اجر معناتها مش تكون معناتها كيما نقولوا احنا منحة التقاعد ستكون معناتها مهمة ولا كافية ربي ظهر لنا احنا يوم القيامة خاطر الدنيا هذي فين يا ربي يقول على سرور مرفوعة وكواب الموضوعة وانا مالك مصفوفة ان شاء الله قدام ربي نرفع حق
الدنيا هذه زينة، لا عايش إلا عايش الآخرة، ولا رغد إلا رغد الآخرة. قل حسبي الله ونعم الوكيل، ونقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ساعة فجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. قل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وقل شاء الله هي يظهر حقها. سامحني يا أختي، معناها اللي أنا ما لازمش نظر في الصورة، ما نحبش تقول معناها أختي ما وقفتش، معناها لي بسبب زوجي وبسبب معناها عائلة جوزي، راهو هذاك هو اللي ما لازمش نوري، معناها نظهر نوري صورتي. الله غالب، لو بدي راني نظهر الصورة معناها ونحكي جهرا، لكن الله غالب. سامحني، هذاك اللي نجم نقولها معناها. قولك الفجر علم وتقعد تقوم، صلي صلاتك خير من النوم. الفجر علم والوقت يفوت، توحد يا خويا راه ثم الموت، وراك مدربي شور الهبوط، طلوعك واعر خويا الدمدوم. الفجر علم والوقت يمر، اذا خفلت شويه تعدى العمر. ارجع يا بنادم من فعل الشر، الدنيا تفنى ولا حال يدوم. وخرجوا عرايا اليوم للحساب، منهم تعدى يمشي زراب، ومنهم ما قدش تحمل السلوم، ومنهم يستنى يهدف محمد جلال. وهم قال امتي كلها في الجنه، لا يبقى فيها واحد محروم. امين انا بطالب ان شاء الله نجي في حمله الرسول، انا بطالب حتى شيء. امنيتي راني حجيت بتربي، امنيتي انا 30 سنه تالي راني شبعت بالمقام الرسول، راني شبعت بجامع الرسول، احرمت حتى بالمقام. معناها قعد في قلبي، معناها انا كان جيني ترجعي لي مروحة نوريك فليشي توعتيتها للعروسة، مكتوبة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. أنا كنت متى عرفت نمشي للسعودية، أخوتي الكل عاونوني في الله، هذه مقفولة شوية كسخسية شوية حلو، خاطر يعرفوني محتاجة، قالوا لي يا نور امشي تعطيك الدنيا تتفاهمي وما تنسيناش. ولكن القدر ما عادش كاتب لي باش نبقى نخدم الزملة وتبقى لمشقة على الباب، والله أعلم شنو يستنى غدوة يا أخت، الله أعلم. يا بكرة لا خوف بعد اليوم يفرض صمته، هكذا ظنت نورة الباجري بعد انهيار دولة الظلم والظلام. لكن الواقع صدمها بحقيقة مغايرة، لا تزال تعيش على وقع مخلفاتها إلى حد اللحظة. ما يقارب 30 سنة أو أكثر قضتها نورة تبحث عن حياة كريمة خالية من الذل والهوان، بعد أن انتهكت إنسانيتها واغتصبت أدنى حقوقها. كل ذلك لأنها تجرأت وحاولت البحث عن الإنسان داخل الإنسان، والثمن دفعته نورا غاليا. أفقدوها البصر لكنهم لم يفقدوها البصيرة. والغريب أن رحلة بحثها عن مقومات حياة كريمة في تونس ما بعد الثورة لم تنتهي بعد، وما من مجيب. فالكل منهمك في الجري وراء الكراسي، وما من وقت يضيعونه في حل مشاكل نورا الماجري وأمثالها مما قدموا حياتهم في سبيل صلاح هذه الأمة. سيدتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من الديوان. موعدنا يتجدد بكم الخميس القادم إن شاء الله، مع ضيف ظل وسيظل في قلبي وذاكرة كل تونسي أبي. كونوا في الموعد، دمتم أوفياء لقناة القلم، وإلى اللقاء.